في وقت من الأوقات في المستقبل لما انتشرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل واسع لدرجة أن الروبوتات حلت محل البشر في كتير من الوظائف، وأصبحت العدسات اللاصقة عبارة عن كاميرا وموبايل، والعربيات والقطارات بتمشي بدون سائق. رغم اتهام التكنولوجيا أنها أبعدت البشرية عن بعضها، إلا أن ده التطور الطبيعي للمستقبل العملي والعلمي. وقبل ما نبدأ أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. وبيبدأ الفيلم مع كاميرون تيرنر، رسام ومصمم سوشيال ميديا، وهو في القطر وبيشتري شوكولاتة من روبوت، وبتقعد قدامه بوبي مدرسة موسيقى، وبيتفاجئ كاميرون الخجول ان بوبي بتاخد من الشوكولاتة بتاعته واعتبرها اعجاب منها، علشان كده بدأ يرسم لها صورة، وكل شوية ياخدوا هما الاتنين من الشوكولاتة ويتبادلوا النظرات لحد ما بتيجي محطة بوبي وبتنزل من غير ما يتعرفوا على بعض او حتى يتكلموا. وبعد ما نزلت اكتشف كاميرون ان الشوكولاتة كانت بتاعتها هي وحس بالإحراج. بعدها قابلها مرة تانية صدفة واعتذر لها وقدم لها الصورة اللي رسمها لها، ودي الطريقة اللي تعرفوا بيها على بعض. وبعد سنوات بيكون كاميرون اتجوز بوبي وعندهم طفل ذكي اسمه كوري، وعايشين مع بعض حياة سعيدة وكل واحد منهم بيحب شغله. وبياخد الفيلم وقته لاستكشاف الحياة المستقبلية المذهلة والتكنولوجيا اللي بتخدم البشرية، وبيقدم لنا الحياة المثالية اللي كاميرون وأسرته عايشينها. وبيظهر كاميرون وهو واقف في الحمام على بعد خطوة واحدة من مراته اللي نايمة على السرير، وفجأة بيقع كاميرون على الأرض مغمى عليه، ولما بيفوق بيقفل الباب علشان بوبي ما تحسش بمعاناته، خصوصا انها حامل في طفلها التاني، وكمان فقدت اخوها التوأم في حادث موتوسيكل ومش عاوز يزود عليها الألم والحزن. وبنعرف بعد كده ان كاميرون عنده ورم خبيث في المخ وقدامه ايام ويموت. واول ما تأكد من التشخيص مر كاميرون بمراحل الحزن الخمسة، مش بشكل تدريجي حسب نموذج كيوبلر، انما مر بيهم كلهم في لحظة واحدة، وبقى قدامه اختيارين، اما يموت وسط عيلته وده هيخليهم يتألموا لما يشوفوه بيموت، او انه يموت ويختفي من الحياة بدون ما حد يشعر بموته ويقابل مصيره لوحده ويتحمل عبء الألم والمعرفة ويتحمل الهجوم الجماعي لمراحل الحزن المتمثلة في الانكار والغضب والمساومة والاكتئاب والقبول. علشان كده كانت تسمية الفيلم اغنية البجعة، ودي كلمة يونانية مجازية بتعبر عن آخر عمل فني أو تعبير معين للشخص قبل ما يموت، لأن البجعة بتغني أفضل أغنية في حياتها قبل ما تموت مباشرة. وقرر كاميرون ما يحطش عيلته في مأساة تانية، وبتتصل بيه دكتورة جو سكوت اللي تعرفت عليه في رحلة علاجه وقدمت له حل بديل هيخلي عيلته أكتر سعادة، ودعيته لزيارة المركز الطبي المتقدم اللي بيشتغل فيه 3 أشخاص بس، والذكاء الاصطناعي بيقوم بعمل 100 موظف. وكاميرون بيفهم بوبي انه هيسافر للشغل وهيرجع بعد اسبوع، ولما سافر كشفت له جو سكوت ان المركز او المنظمة دي سرية جدا، وهدفها استنساخ نسخة مثالية من الاشخاص اللي قربوا من الموت من خلال الحمض النووي. وبعد ما النسخة بتطلع للنور ويتأكدوا ان الشبه طبق الاصل، بيطبعوا الوعي والذكريات وكل المعلومات الموجودة في ذهن المريض الاصل من يوم ما اتولد، علشان النسخة الجديدة هتروح لبيت المريض وتكمل الحياة بداله. وبيتضح ان كاميرون والدكتورة سكوت كانوا متفقين على انتاج نسخة من كاميرون، ودعيته للمنظمة علشان تاخد منه الموافقة على نقل الوعي وتمضيه على العقد. وفي البداية كاميرون غير مستقر ومتردد جدا، لان القرار ده معناه انه مش هيشوف عيلته مرة تانية، لكنه قرر يضحي علشان عيلته ووافق على استبداله في حياتهم. وراح كاميرون شاف نسخته المستنسخة ومذهول من دقة التطابق اللي بينهم، ما عدا بعض النمش اللي في ايد كاميرون، لكن الدكتورة قالت له مش مشكلة، لان الزوجة حتى لو لاحظت مستحيل تتخيل انه نسخة تانية منه، وقالت له انه مش هيفوق الا بعد نقل الوعي، وطلبت من كاميرون يختار اسم جديد للنسخة الجديدة علشان يستخدمه في المنظمة، وسماه جاك. وبدأت عملية تحميل الوعي من كاميرون لجاك. بعدها بيفوق جاك، ودكتورة سكوت رتبت مقابلة بين جاك وكاميرون علشان جاك يقدر يتأقلم مع حياته الجديدة ويكتشف كاميرون اكتر، ده غير ان جاك لازم يقابل كاميرون لانه يعرف كل التفاصيل من خلال الوعي اللي اتنقل له. لكن كاميرون لسه متردد ومش مستعد يودع عيلته، وعنده خوف وقلق من قرار زي ده، وبيختار انه يرجع لبيته مرة تانية. ودكتورة سكوت حذرته لان ما ينفعش السر يتكشف او حد يعرف شيء عن المنظمة، وعند القرار النهائي لازم واحد منهم يفضل في المنظمة طول حياته لحد ما يموت. وبعد كاميرون ما قرر يرجع لبيته، قالت له دكتورة سكوت انهم عملوا نسخة لواحدة قبل منه اسمها اكوافاينا وعرفته عليها، واكوافاينا مريضة سرطان وقدامها ايام وتموت وعندها طفلة، وبتدي له عنوان نسختها وقالت له ايه رأيك تزور نسخة اكوافاينا وتشوف حياتها عاملة ازاي وقد ايه بنتها سعيدة مع نسخة امها ومش حاسة ان امها بعيدة عنها، وقالت له قدامك فرصة تفكر في عيلتك.
وفعلا بيلاقي نسخة أكوافاينا المكررة موجودة في شغلها وعايشة مع بنتها بمنتهى السعادة. وبيرجع المنظمة وهو مشوش وبيقعد مع أكوافاينا وبيطمنها على بنتها، وحصل بينهم رابط وصداقة لأنها انعكاس لمعاناته، وبيشوف نفسه فيها وفي تجربتها في لقطة سيريالية حزينة. وبتستدعي دكتورة سكوت وبيبلغوه انه ممكن يقابل جاك ويقعد معاه، وواضح ان كاميرون منزعج من مقابلة جاك وبيقرب منه وهو متردد وبيفكر في عيلته، وفي نفس الوقت من حقه يلغي العقد في اي وقت لكن مرة واحدة ومفيهاش رجوع. ودكتورة سكوت بتعمل اتصال تليفوني بزوجة كاميرون ووصلتها بجاك علشان تعمل تجربة قدام كاميرون، وبدأ يتكلم جاك بصفته كاميرون، وقعد هو وبوبي يفتكروا الماضي مع بعض كأن الماضي ده ملكه هو، وحس كاميرون ان حياته كلها بتضيع منه وقفل المكالمة. وغضب جاك واتخانق هو وكاميرون مع بعض خناقة كبيرة. بعدها دكتورة سكوت فضلت تقنعه وقالت له بصراحة انه بيموت، وانها عدلت الحمض النووي اللي في جاك، وده معناه انه مش هيعاني من نفس مرض كاميرون، وهيخلي حياة زوجته وابنه سعيدة، وهيكون عنده حياة كاملة هيديرها على اكمل وجه. وفكرته ان فرصته في فسخ العقد مرة واحدة، ومع ذلك ممكن تديله فرصة تانية. وبيقعد كاميرون في المنظمة لوحده يفكر، وقرر انه يزور بيته لمرة اخيرة ويقعد مع مراته وابنه، وفعلا بيتصل بمراته انه هيرجع للبيت. وقبل ما يمشي راح يزور أكوافاينا زيارة اخيرة، ولقاها مريضة جدا وعلى وشك الموت، وبيرسم لها صورة وبيودعها. وفضل موصل العدسات على اتصال بسكوت وجاك علشان جاك يتعرف اكتر على عائلة كاميرون، وفعلا بيروح للبيت لكن القرار ما بقاش قراره لانه بيقع على الارض مغمى عليه على بعد خطوات من البيت. وفي نفس الوقت كان متصل بالمنظمة، وبوبي كانت في الشباك وملاحظتش وجوده. وبسرعة سكوت بعتت له عربية ترجعه للمنظمة، وقررت تبعت جاك مكانه، وادته لبس كاميرون وعدساته وكل متعلقاته. ولما بيفوق كاميرون بيكتشف انهم استبدلوه فعلا بجاك، وطلب من سكوت توصله بكاميرا جاك علشان يراقب اللي بيحصل في بيته، ولاحظ ان في فترات معينة جاك بيخلع فيها العدسات وبيتقطع الاتصال، لكن سكوت فهمته ان ده طبيعي علشان العدسات ما تأذيش عينيه. وبيمر كاميرون بمرحلة جديدة من الإحباط والغضب، وبيحلم بكابوس بيشوف فيه جاك بيغضب من ابنه كوري وبينتقده، وقرر يهرب من المنشأة ويرجع لبيته ويلغي المهمة. وبيدخل البيت وهو بيتسحب وعارف ان جاك نايم دلوقتي في سريره وما ينفعش يعلن عن وجوده لان بوبي مش هتتحمل الصدمة. وبيدخل اوضته وقعد على المكتب اللي كان بيرسم عليه، ولاحظ ان فيه رسومات جديدة اترسمت، وده معناه ان جاك واصل العمل فعلا مكانه كرسام ناجح. ولقى رسائل حب سعيدة بين جاك وبوبي وكوري، وأدرك كاميرون إن الحياة استمرت لعيلته وملاحظوش غيابه. وجاك بيحس بوجود كاميرون في البيت لكنه كان متفهم تماما معاناة كاميرون، ومقدر جدا إنه مش قادر يبعد عن عيلته ومش متقبل وجود جاك في حياتهم. وجاك طلب من كاميرون يعمل اللي شايفه صح، وجاك ودع كاميرون وبدله هدومهم مع بعض، وخرج جاك من البيت وكاميرون رجع لزوجته وابنه وقضى معاهم الوقت وهو حزين وكاتم حزنه. واتضح بعدها ان كاميرون سمح لجاك يكمل الحياة مكانه وطلب منه يقضي ليلة واحدة معاهم، وفعلا كاميرون اخذ القرار ان جاك يكمل مكانه. وبيرجع كاميرون للمنظمة اخيرا وهو راضي ومتقبل مصيره، وبيعرف ان أكوافاينا ماتت، وفهم ان مصيره نفس مصيرها لانهم كانوا بيتعالجوا عند نفس الدكتور. وسكوت قالت له ان جاك سايب لك حاجة مهمة ولازم تشوفها بسرعة قبل ما يتعمل مسح تلقائي لوجودك من ذاكرة جاك. واتضح انه ساب له مقطع فيديو سجله بعدساته وهو بيقرب من بوبي وهي مشغوله في المطبخ، وقال لها تقول له انها بتحبه، وقالت له انها بتحبه رغم انها مش فاهمه اللي بيدور في ذهنه. وقال لها مره تانية تبص في عينيه وتقول له انها بتحب كاميرون تيرنر، وبصت في عينيه وقالت له انها بتحبه وناديته كاميرون تيرنر. وابتسم كاميرون واستسلم لمصيره بعد ما عرف انه خلاص مش هيشوف عيلته مره تانية، لكنه مطمئن ان عيلته هتكون في مأمن. وبينتهي الفيلم وبيسيب رساله مهمه، وهي ان مهما وصل العلم والتطور لا يمكن حد يقدر يتنبأ بالمستقبل ولا حد يعرف ايه اللي ممكن يحصل بكرة، ومهما اتطورت البشرية هيفضل المرض سر من اسرار الخالق سبحانه وتعالى، علشان يفكر الانسان دايما بضعفه وقلة حيلته. لو عجبك الملخص ادعمنا بلايك وقولنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك ملخصاتنا الجديدة، وشكرا للمشاهدة.